هذا الصباح طرقنا إلى نقطة هامة وهي نقطة الانفصاليين أو الحركات الانفصالية في إفريقيا، ولكن هذه الحركات توجد كذلك في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا. لذلك طرقنا إلى المشكل في إفريقيا، لأن إفريقيا فيها الكثير من البلدان لكي يعاني من الحركات الانفصالية، ومن جملتهم المغرب. أن المغرب كاين انفصاليين اللي يساندهم الجزائر، هذه تقريبا 47 سنة، وباقين الآن باقين ما كيقبلوش بأن الاوتونومي مثلا في الصحراء المغربية هي الحل الوحيد للمشكل الصحراء. لذلك المشكل ماشي مع البوليساريو، والمشكل مع الجزائر، والجزائر مع الأسف عنده واحد النظام عسكري منذ استقلال الجزائر، وهما اللي باقين كيعقلوا على الحرب ديال 1963 اللي كانت حرب بين المغرب والجزائر على الحدود، ولكن كان هناك تدخل من جهة منظمة الإفريقية، وكان هناك هلال سلاسي هو اللي كان مترأسها، ولقاو الحل، يعني حل مؤقت لهذا المشكل، وبقات ذاك المشكلة من هذاك العهد حتى الآن هما باقين كيجبدوها. لذلك العلاقة بين المغرب والجزائر ما تحسنت في واحد الوقت اللي كان شادلي بن جديد هو الرئيس ديال الجزائر، ولكن اللي مشى ثاني جاءوا وحدين اخرين رؤساء اخرين اللي بقاو متشبتين داك العنصريه ديالهم ضد المغرب. والمغرب الحمد لله راه في الصحراء ديالو، ما غادي يخرج من الصحراء ديالو، وكينمي الجهات الصحراويه كما كينمي الجهات الاخرى في المغرب. والمغاربة لا في الشمال ولا في الجنوب هما فرحانين بهذا النمو، نمو اجتماعي، نمو اقتصادي، ونمو سياسي، لأن المنطقة تنفعت من السياسة ديال الدولة، وهذه السياسة غادية في الطريق ديالها. وأخيرا مثلا الطريق بين اللي كتمشي حتى الداخلة، الطريق السيار الكبير ولات هي تحلت اخيرا، وهذه من المنجزات المغربيه في صحرائها الغربيه. لذلك المغرب حتى هو باقي كيعاني من هذا المشكل ديال الحركات الانفصاليه. هناك بلدان اخرى كإثيوبيا مثلا، كالكاميرون كذلك، تهما عندهم مشكل ديال الحركات الانفصالية، وكذلك بعض البلدان أخرى إفريقية. لذلك المغرب الحمد لله يوجد في مناطقه الصحراوية، والسياسة المتخذة من طرف الحكومة الآن بقى غادية في الطريق ديالها، وما يكون غير الخير إن شاء الله في المستقبل. المشكل ديال الجزائر هي أن ما كتفهمش بأن العالم كله تبدل، وهذا العالم بغى يمشي في واحد الطريق صافي من المشاكل، والجزائر مع الأسف كتطبق هذه السياسة ديال العدوان ضد المغرب. ولذلك نتمنى في المستقبل إن شاء الله أن الإخوان الجزائريين يرجعوا للصواب ويتخذوا واحد القرار جديد اللي حيكون إيجابي لا للشعب الجزائري ولا للشعب المغربي إن شاء الله.